14 سنة مش شام. والله احنا جينا يعني انه طلعنا بهالاوضاع، الحمد لله كان قبل هالاوضاع. صار لي هون هلا يصير لي سنتين، انا كنت الاولى بالمدرسه، فانا تعلمت اشياء كثير وهلا لساتهم ببالي، فانا هون حبيت هيك اعلمه. بعلمهم علوم، رياضيات، انجليش، يعني كل الاشياء. درسهم اللي انا قدرانه عليهم حسب انه الدرس بده يعطيني احس على قده، على اساس انه اعطيهم املاء بس ما في دفاتر، اعطيهم املاء وظيفه. كنا قاعدين احنا هون بخيمه بس يعني انه تدلف علينا وهيك شغلات، فهلا انا عم بعلمهم ما بدي اروح عليهم هون. جمعه وسبت عطله عندي، بصلي وين ما عم درسوا انه كل واحد